مع تفاعل قضية التجاوز على أراضي المواطنين في منطقة الجادرية إحدى أرقى وأغلى مناطق بغداد، تزايدت التساؤلات حول مدى قوة الدولة في صد قوى السلاح المنفلت التي أطلقت يدها على العراقيين وأملاكهم. بداية الأمر كان تعدي مجموعة مسلحة تركب سيارات سوداء دون لوحات مرورية تدعي انتماءها للحشد الشعبي على أراضي مواطنين وسرقتها دون إعطاء أي تعويضات لأصحابها في الجادرية. أصحاب الأراضي وقفوا بوجه المغتصبين وأظهروا أوراق ملكيتهم للأراضي، ولكن المسلحين ردوا ذاك القضاء وروحوا اشتكوا. كبرت القضية لتصل مسامع رئيس الوزراء الذي أمر وزارة الداخلية بالتحقيق والتواصل مع الأهالي المتضررين لتصدر مذكرات قبض بحق المتجاوزين، إلا أن المتضررين قرروا اللجوء إلى المرجع الديني علي السيستاني لحل قضيتهم واسترجاع أراضيهم. لتطرح التساؤلات إذا ما كانت المؤسسة الدينية في العراق أقوى من الحكومة نفسها والقضاء لرد الحقوق المسلوبة إلى أصحابها.